السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن معاكم اليوم معانا ريزيدنت ايفل 4 ريميك على البلاي ستيشن 5 على الفي ار الثاني على الفي ار 2 واخيرا يا جماعة نزل تحديث الفي ار اللعبة دي نازلة بقالها لها مش عارف سنة ولا سنتين ولا ايه تقريبا سنة مرضتش رضيتش العبها او اشتريها غير لما ينزل تحديث الفي ار والحمد لله الصبر جاب نتيجة ونزل التحديث. لأن يا جماعة تجربة أي لعبة في الفي ار تجربة مختلفة تماما وكمان أنا ما كنتش عمري لعبت الجزء الرابع ده قبل كده خالص. فنزل التحديث فايه رأيي في التحديث بعد ما لعبنا اللعبة شوية وهل أنا بنصحك إنك تشتري اللعبة ولا لا؟ فزي ما أنتم شايفين كده الدنيا خربانة. انا جيت في اكتر حته فيها قتال في اللعبه وقلت اسجل بقى المقطع ده عشان اوريكم القتال عامل ازاي واوريكم مسدسات واللعب قمه المتعه مش ممكن وانا شايف ان الجزء ده في الفي ار حاجه مختلفه تماما عن كل الاجزاء لان اجزاء ريزنت ايفل اللي فاتت الفي ار هي الجزء السابع وفيليج والاتنين ما فهمش ليون كينيدي. انما الجزء ده انت بتلعب بليون بقى كينيدي اللي هو البطل الاساسي بتاع سلسله ريزيدنت ايفل. وبتشوف بقى القصه العظيمه بتاعت اللعبه والقصه الجميله جدا جدا. انا في اللي... في المقطع ده هتكلم بس عن اداء الفي ار. في مقطع منفصل بقى هتكلم فيه عن مراجعه اللعبه بعد ما خلصها كده. عموما يعني ان شاء الله. فالفي ار زي ما انتم شايفين كده. قمة المتعة عندك جميع أنواع الأسلحة عندك مسدسات عندك بنادق عندك سكاكين وعندك قنابل قنبلة ممكن تحدفها طبعا بيكتفوك الفي ار بصراحة ابدعوا فيه في اللعبة دي طلعنا كده البندقية وبتعمر بقى يعني انت كده ماسك البندقية كأنك ماسك بندقية في الحقيقة ماسك سكينة هو عمالين يدبح بالسكاكين كأنك ماسك الحاجة في الحقيقة تجربة مختلفة تماما بصراحة يعني حاجة ما تتوصفش بس زي ما أنتوا شايفين طلعنا السكينة بقى وعمالين نغز فيه بالسكينة هو الابن اللذينة ده هو اللي عمال يحدف قنابل فعايزين نقتله بقى فالذخيرة بتخلص بقى معاك بتقعد تعمر الذخيرة فمش ممكن واللعبة طبعا مع جمال القصة مع الفي ار حاجه عظمه على عظم طبعا اللعبه معربه بالكامل دي نقطه مهمه جدا جدا لان كابكوم حاجه جميله في العاب كابكوم ان هي بتعرب العابها بالكامل فاللعبه زي ما انتم شايفين كده بتقابل بقى الوحوش دول او بتخش بقى المكان ده اللعبه بتتكلم عن ايه والقصه بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن انك بتلعب بليون بتروح المكسيك هي تقريبا يا المكسيك يا اسبانيا حاجة من الدول دي يعني انت بتسافر بقى عشان بتدور على بنت بس وانت في نص الطريق معلم بتلاحظ آه مكان غريب كده بتخش المكان ده بتفضل بقى تلف حوالين المكان ولحد ما بتلاقي بقى الناس الغريبة دي وبتلاقي بقى الجماعة دول اللي ملهمش آه اي معنى الجماعة الغراب دول Uh, فالفي ار في اللعبه عموما ممتاز ما عدا بس بعض الاشياء البسيطه اللي انا شايف ان هي كانت ممكن تكون احسن وبعض الاشياء اللي انا شايف ان هي كانت احسن في ريزيدنت ايفل فيليج ريزيدنت ايفل فيليج كان فيها ميزه انك uh, بتبقى في وضع الفي ار حتى في المشاهد السينمائيه يعني لما كانت تيجي المشاهد السينمائيه انت كنت بتبقى جوه المشهد السينمائي انما هنا للاسف المشاهد السينمائيه بتكون بتجيلك كده على الشاشه كنت اتمنى ان هي تكون في الفي ار برضو حاجه تانيه سلبيه ان بعض الحاجات اللي في اللعبه لازم بتكون منظور شخص تالت يعني لازم كده فجاه بتلاقي ليون قدامك كده الوضع الفي ار بيخرج زي ايه زي مثلا لما تيجي تقتل حد بالسكينه بالتخفي بيجيب لك ليون آه بيجيب لك لا مش بالتخفي لما بتيجي تقتل حد بالسكينه وهو جاي قدامك كده بيجيب لك ليون كده وهو جاي وبيشيلك من وضع الفي ار فكنت اتمنى ان الوضع ده يكون دايما في اللعبه 24 ساعه في اللعبه انك في ار بس او زي ما انتم شايفين في الركلات لما تيجي تضرب حد برجلك بيجيب لك ليون وهو بيضرب بالرجل لكن عموما اللعبة ممتازة يعني هي اللعبة اصلا اصلا معمولة لمنظور الشخص الثالث اللعبة مش ما كانتش مع اصلا معمولة للفي ار ففكرة ان هم عملوا اللعبة للفي ار انا اول ما نزلوا ان هم هيحدثوا اللعبة وهينزلوا لها تحديث للفي ار ما اشتريها خالص فضلت سنة مستني قعدوا سنة يعملوا في التحديث ده ف بصراحة تحديث ممتاز جدا جدا انت بتعيش بقى اجواء الريزيدنت ايفل بتعيش اجواء القصة انا لسه كنت مقابل شخصية كده من شوية شخصية بتقابله في السجن وبتحس ان هو معاك يعني بتحس ان انت بتتكلم معاه فعلا وحاجة تانية جميلة ان اللعبة مليانة خيارات ممكن تظبطها على حسب الحاجات اللي انت حاببها لما بتخش بقى في الاعدادات وبتخش في خيارات الفي ار ممكن تغير في الخيارات زي ما انت عايز على حسب الحاجة اللي انت مرتاح لها بس الحتة دي ما يعني القتال فيها مش بيخلص القتال فيها مش بيخلص غير انا اكتشفت الموضوع ده متأخر يعني انا فضلت هنا قاعد عمال ساعة عمال اقتل فيه وعملني ييجوا 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 ييجو. <applause> اكتشفت ان انا اصلا المفروض ان انا اخد الاحجية او الحجر اللي انا اخدته ده وامشي على طول لو فضلت هنا ممكن اقعد بقى الى الابد عمال اقاتل في الناس دي. فالفي ار بيبقى شعور تاني خالص عن الشاشه. انا لما بلعب لعبه في الفي ار خلاص كده ما بقدرش العبها على الشاشه تاني ليه؟ لان انت بتكون عشت اجواء اللعبه. انا ريزدنت ايفل فيليج لعبتها في ار ما رضيتش العبها تاني خلاص على الشاشه لان انت بتكون اخت الجزء السابع طبعا لأن انت بتكون اختبرت اللعبة وعشت أجواء اللعبة فأنك تلعبها على الشاشة تاني بتحس إن انت ايه ده هو إيه دي اللعبة فعلا ولا دي لعبة تانية خالص لأن انت بتكون اندمجت تماما في اللعبة طبعا اللعبة بتعتمد برضه اعتماد جامد جدا على حل الألغاز زي اللغز اللي قدامنا ده كده لازم تقعد تغير في الحجر يمين وشمال عقبال ما تلاقي الحجم المناسب ف بعض الحاجات التانية في اللعبة انك ممكن طبعا بيبقى في واحد بتشتري منه بتشتري بقى منه الأسلحة وبتشتري منه التطويرات بتاعة الأسلحة فده طبعا بيخليك دايما عايز تكمل في اللعبة وبيخليك متحمس انك تكمل في اللعبة فالتحديث بصراحة غير اللعبة بالكامل بيخليك تعيش أجواء ريزيدنت ايفل بيخليك تحس ان انت فعلا ليون كينيدي عايز اوريكم التاجر ده باين الموضوع اللغز ده هياخد معايا وقت شوية فشكلنا كده هنتجاهل اللغز ده ونروح نشوف التاجر عايز اوريكم بقى التاجر ايه الحاجات اللي عنده الحاجات اللي ممكن نشتريها منه هو اصلا جنبنا هنا على طول اهو بس وزي ما انتم شايفين اللعبه بالكامل معربه المحادثات كلها معربة قوائم كل حاجة معربة فنتكلم مع عندنا المتجر بتبيع وتشتري عادي جدا جدا وبتحس فعلا انك عايز تكمل في اللعبة وبتحس انك مندمج جدا جدا في اللعبة طبعا الفي ار اللعبة انا نقطه نسيت اقولها ان كل العاب ريزيدنت ايفل سواء ريزيدنت ايفل فور ريميك سواء ريزيدنت ايفل فيليج سواء الجزء السابع كل الالعاب دي الفي ار حصري فقط للبلاي ما تقدرش تلعب الالعاب دي في ار على الكمبيوتر فدي نقطه تحتسب جدا جدا للفي ار في ار 2 لان كانت نقطه انا كنت شايفها سلبيه شويه وممكن ابقى انزل مراجعه عن الفي ار 2 ان ما كانش ليه العاب كتير لكن بصراحه بعد فيليج وبعد ريزيدنت ايفل 4 ريميك لا دلوقتي رزق دلوقتي الفي ار 2 بدا يبقى ليه حصريات قويه جدا جدا حصريات بتنافس الفي ار بتاع البي سي ف يعني العاب Resident ايفل في الفي ار بتبقى تجربه مختلفه تماما يا جماعه انت لو ما جربتش الالعاب دي في الفي ار يبقى فايتك مليون حاجه فايتك تقريبا عرفت الحل احنا لازم بنجيبها كده ايوه وبعد كده نقفلها كده عرفنا الحل الحمد لله اخيرا يا جماعه فزي ما أنتوا شايفين اللعبه ساعات بتقلب منظور شخص تالت او احنا قدامنا ليون اهو ف بصراحه الفي ار التاني لا بدا يبقى اقوى واقوى اللعبه بعد التحديث التاني ده بقت بعد تحديث الفي ار اللعبه بقت افضل بكتير اللعبه تجربه مختلفه تماما ان شاء الله هنزل مراجعه كامله للعبه اللعبه العاديه بقى خالص وهنزل مراجعة للقصة بعد ما خلص القصة انا كنت حبيت جدا ريزيدنت ايفل 2 ريميك الجزء التاني ده وكان نفسي اكمل شكرا شكرا يا حاج وكان نفسي اكمل في السلسلة بقى واشوف تكملة القصة اتضح ان تكملة ريزيدنت ايفل 2 هي ريزيدنت ايفل 4 فانا عشان كده متحمس جدا ان انا اكمل القصة وان انا برضو اشوف ايدا وونج طبعا نقطة تانية ان الفي ار حاليا فقط للقصة الرئيسية الفي ار مش للاطوار الاضافية خالص فكنت اتمنى ان هو يكون لكل الاطوار لكن آه هو للـ للاطوار بس الـ آه للطور الاساسي بس نغزه بقى كده ف في اخر المقطع كده هل بنصح باللعب على الفي ار لعبه اساسي لعبة من الأساسيات يعني لازم أول ما تجيب الفي ار تو لازم تجيب فيليج ولازم تجيب 2 uh, ريميك أنا شايف إن الاتنين دول هما من أعظم ألعاب الفي ار الفي ار 2 عموما من أقوى الحصريات بتاعت الفي ار 2 فلازم لازم, لازم تشتريها مليون في المية بنصح باللعبة أكمل أنا بقى مع الحاجة دي الحاجة <applause> الحاجة رجليها رجليها قعدت في الفخ بتاعهم حاجه بصراحه مسخره فاكمل انا بقى يا جماعه مع اللعبه العظيمه دي واشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته